هذا بيتنا فانتاستيك. ها مرحبا عمير اجيت. اهلا وسهلا صبوح. اهلا تقبرني. دقيقتين بكون الاكل جاهز. اي حبيبي يلا. غزيت العين عليك ما فيك شيء. سليم بس سلم علينا. شلونك؟ هلا. هات لك بوسه ابو الفتوح. شوفي عمتك. عمتك انت في شبهها؟ ما شبه شيء بس مع فتحي بتحاكي جوزها مشان ابوك. لا تكون رجعت تفتح الموضوع القديم. هذا هو. واليوم ابو حمدي جاي على البيت ويفاتح ابوك في نفس الموضوع. احكي له فتوح. احكي له. وينكم يا شباب؟ تعالوا ساعدوني شوي. يلا عمتي جايين جايين. خد نفس زفور. هلا اسرع. خد نفس زفير. كمان خد نفس. وبعدين؟ بعدين احكي شو صار. شو بدي احكي لك عمتي؟ شو بدي احكي؟ احكي لنا شي قصه عمتي مشان نتسلى. ايه روح هلا وقت القصص. انت التالي ها هي الملوخيه استويت وهي الباميه استويت. رح اشقلكن على الرزات. وهي الرزات دقيقتين وبيتهدوا. شوفوا عمي هي عنكن اكل ليومين. يي على مهلك على الصحن لتنقروا. ما حصر له شيء. ايه اسكت انت الثاني. عمي الله يرضى عليكم كل واحد بيستعمل صحن ياخده ويجلي ما بيقعدوا بيتكوم عنا كل هالجلي. مو هيك؟ مو فاضيين عمتو؟ عم ندرس. لا فالحين خزيت العين وشرها. الا انت اوعى تحكي. يلي بيسمعك عم تحكي هيك بفكرك اخذت البكالوريا من اول سنه وانت لك 3 سنين عم تنح فيها. عم تعيريني عمتو قدام الشباب؟ لك لا تقبرني والله مالي عم عيرك بس انتو رحموني شوي. انتو بتعرفوا انه في عندي بيت تاني انا عم بشتغل فيه. شو علي اذا الواحد منكم الوعي اللي بيستعملها غسلها بيصير شي؟ وقفوا لشوف قديش الساعة. ورجيني يعني قامتي صار الساعة 2:15 يا شباب ولهلأ ابوكم ما اجا. غلي قلبي. عمي اذا بدك تروحي روحي. ها عمي ما في مشكلة لانه البابا بجوز يتأخر اليوم. لا مالي مستعجلة قاعدة لاني عاوزته هلأ لبين ما تخلصوا السلطة وتبلها انا ان شاء الله بيكون اجا. شبك انت التاني عم تشمشم الصحن؟ ما في شي عمتو بس كأنه الصحن زفير. زفير يلعين بحياته ما حدا حكى على جلي. ورجيني. ايه والله ايه معلوم تاركينه 3 ايام وسخ بالمجلة. حطه هنيك هلا بعمل له جلية تانية. ورصاص انت وياه عم تتكركروا مو؟ يلا اشتغلوا بالسلطة هلا بيجي ابوكم. يا ولد ان شاء الله الهي الف هنا. يا لقامتك يا لقامتك رعبتني على عيونك. لك بس يا ولد هي عمتك واختها. اختي؟ نعم. ما تعبي معنا والله مو حلو يعني تطفي الاكل وما تدوقي. لك تقبرني ما بتعرف صهرك انه ما بتجي قابليته لكون جنب منه على الطاوله. ايه اخي اتفقت انا وصهرك ابو حمدي على بينا انه اليوم المساء اذا الله راد وما كان عندك شيء. ولدي بسم الله عليك. شو صار لك؟ اذا الاكل مو لك بطنك مو لك يا صحة 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 صح صح صح. على مهلك على مهلك يا امي الله يرضى عليك على مهلك. معقول على مهلك. خود اشرب مي نسيت. سمي بالله واشرب. راحت عمتي راحت. ايه اشرب شوية مي. شوي شوي غير شكل. اشرب كمان يا ابني اشرب اشرب. الحمد لله اللي بدنا يا صار. ايه اخي شو كنت عم اقول لك؟ اتفقت انا وابو حمدي انه اليوم المساء اذا كنت انت فاضي بده يبعث لي حمى منك. لك ما تنتبه لك فتحي هلا خلص التنظيف. وين انا؟ شو وين انت؟ قوم شوف معطي الدنيا لك والله هلكت هلكت. اخي الله يخليك نبه على اولادك اذا بيستعملوا شيء صحن خليهم ينظفوا. في شيء هي؟ لك يا ابني خلي عقلك بالاكل وانت عم تاكل. هي عمتكم حرام عليكم. لك عم تقوم ببيتين لك ساعدوها شوي. قوم قوم الله يصلحك ويهديك. قوم قوم. يلا يلا ايوه ايوه
ونغير اوعيك. ايه طول بالك، تعا معي غير اوعيك وحطهم بالغساله. تعا شبك روح اوعي. اخي صارت الساعه 3:15، انا تاخرت. تقبرني بس قبل ما اروح بدي اقول لك انه سهرك ابو حمدي اليوم المساء جاي لعبك دق طاوله. لا يو شو طاوله ما طاوله انت الثانيه. عفوا قصدي يعني بابا جاي لعندي رفيقي انا اليوم مشان ندرس سوا. اي بابا وانا كمان، وانا كمان خلدون جاي لعندي مشان يشرح لي شغله. وانا كمان بابا بكره عندي مذاكره بدك تدرسني. شو صار لكم انت؟ انا مالي رأي بهالبيت. لحالك عرفتها يا بابا. وينك اختي؟ بتقولي لصهري يجي لعندي باي وقت وانا بانتظاره. بس يا بابا بس يا بابا كلوا واسكتوا ولا كلمه. انا شبعت. الحمد لله. خدني معك صبحي وانا شبعت. نسيت اقول لك اخي في وجبه بالغساله طلعوها ونشروها وكن تنسوها. شوفي اختي فهماني شيء؟ لا مالي فهماني. قلو يجي ليلو يجي. شو راحت؟ راحت اي ساعه؟ ساعة 8. حلو معنا وقت. اخي لازم افكر بطريقه نمنع الزياره. انا لقيتها بتروح بتخبر فيها خلدون بتقله يجي لعنا بحدود الساعه 8:30. لا مو يعني 8 بيكون كتير منيح وبتفهمه كمان انه ما بيتزحزح من هون لحتى يقحط المحروس ابو حمدي. اخي قلت لك معنا وقت بس بركي في طريقه نمنع الزياره من اصلا. فتوح تعال لا انت لما بتخلي ابوك يدرسك بتقول له عندك وظايف والمساء بدرسك. شو فهمنا؟ المساء كمان خد نفس زفور حكي المساء. برافو عليك. خير بلاقيكم مجتمعين الطش والفش والربحي وان شاء الله هالجمعه على خير. هاي ايه معلوم على خير. عم ندرس بابا عم ندرس. كلكم هون هلا كلمة منك كلمة منه ما حدا بدرس. إيه معك حق يا بابا والله معك حق. أنا رايح على غرفتي أدرس. تعا فتوح تعا حبيبي. شكو لفتحي أنا بدي درسه. أبي من زمان مش يدرسه أنا. ولك عنده مذاكرة أنا بدي درسه. انفحم قلبي على مدرسه. ولك روح على غرفتك خلصتها ليك. هلا تذكرت بابا. بعدين ما تدرسني إنه هلا عندي وظايف. إيه ولو عطلك شوي. وانت صبحي بيك اقعد ادرس. هالسنه اخر سنه بتقدم فيها بكالوريا وقلنا بسحبوك على الجيش. امشي فتحي امشي امشي رايحين نشر رصيننا.